النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر وبين للناس صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بل إن عزو الأحاديث في خطبة الجمعة من الدين، ولا يكون الخطيب محققا في خطبته إلا إذا عزا الأحاديث إلى البخاري إلى مسلم إلى أبي داود إلى الترمذي، وبيان هل هذا الحديث صحيح أم أنه ضعيف، حتى لا يتسلق الجهال، وقد كثروا في وسائل التواصل، حتى لا يتسلق الجهال فيأتوا بأحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإسناد من دين الله عز وجل. قال ابن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم، قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. ولذلك كان يقول كما في مقدمة صحيح مسلم، قال: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد. وسنة السلف رحمهم الله من القدم إلى ما في عصرنا هذا من علمائنا المحققين يذكرون ما يتعلق بالسند وبعزو الأحاديث، وخطبهم واضحة وبينة، والأدلة كثيرة. في صحيح البخاري قال أبو إسحاق: قال أنبأنا عبد الله ابن يزيد، قال عبد الله ابن يزيد وهو على المنبر، قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب، هذا موضع الشاهد، قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب. وأيضا الحديث في صحيح مسلم. ولذلك ابن حجر رحمه الله بين في خطبته على المنبر بطلان حديث حفيظة رمضان كما نقل ذلك تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة.